إلى صفحة متفرقات سريعة. بعد 150 سنة على وفاتها رجعت جثة امرأة مكسيكية إلى بلدتها الأم لحتى تندفن بطريقة رسمية. قصة المرأة إنها كانت بتعاني من حالة مرضية بتخلي الشعر ينمى على كل جسمها ووجهها، وشاركت بالسيرك لمدة طويلة كتير وانعرفت بمختلف أنحاء أوروبا. آلاف الأشخاص احتفلوا بآخر ليلة من كرنفال ريو، ومع أنه الحفلة مخصصة لمثلي الجنس إلا أنه عدد كبير من الناس شاركوا فيها واستمتعوا. صحيح أنه انختم هالمهرجان رسميا، إلا أنه الاحتفالات رح تكفي لنهاية الأسبوع. أليك بولدوين وزوجته إيلاريا توماس بولدوين عم بينتظروا مولودهم الأول. الكابل ارتبطوا بتموز 2012، هو عمره 54 سنة وهي مدربة يوغا عمرها 26. عيد الحب يعتبر من المناسبات يلي بينطرها مزارعي الورد بكولومبيا، حيث انهم بيوردوا حوالي 450 مليون وردة الى الولايات المتحدة واوروبا، وتقريبا 12% من عائدات هالسوق بتجي من مبيعات هاليوم بالذات. وبالرغم من الصعوبات يلي كان عم بيواجهها المزارعين بالسنوات الاخيرة جراء الطقس، الا انه هالسنة التوقعات مرتفعة. منضل بأجواء عيد الحب، المشاهير تشاركوا مع الناس أجمل الطرق يلي بحبوا يمضوا فيها هالعيد. جود لو قال إنه بيفضل يضل مع أولاده ويقدم لهم الشوكولا وبطاقات المعايدة. كريس توكر بيحب المفاجآت الكتيرة وعم بحضر مفاجأة لحبيبته. أما هيو جاكمان ما كشف عن مخططه وقال إنه بحب السرية بهيك مواضيع تما تعرف زوجته بشي أبدا. من جهتها كيت هودسون اعترفت إنه أمضت هالعيد بطريقة رائعة كذا سنة، وهالمرة راح تمضي برفقة العائلة.